والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عربية القرآن عنوان الندوة، مركب إضافي تمر به فتحسبه هامدا وهو يمر مر السحاب، إذ بداخله تهتز وتنتفض جملة من الإشكالات، أهمها سؤال يراود العقل عن نفسه فلا يستعصم، هو: كيف يكون القرآن خطابا عالميا وهو المنزل بلغة محلية؟ هو سؤال مقلق سعى كثيرون إلى الإجابة عنه، وفي ظل هذا السعي بين طرف اللغة المشدود إلى بعد محلي وطرف الخطاب الموصول ببعد عالمي كوني، ظهرت آراء سعت إلى التلفيق بين الطرفين والتوفيق بين البعدين، كان من ضمنها اعتبار المتلقي العربي صلة الوصل بين المحلي والعالمي، حيث ذهب أصحاب هذا الطرح إلى القول بأن التوصل إلى ما في القرآن من معارف لا يمكن أن يتأتى إلا عن طريق العرب، وبذلك بات العربي بمثابة ترجمان أو ناطق بلسان القرآن، وغير العربي تبع له، فالعرب الذين يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يترجمون إلى من لا يفهم فتقوم الحجة عليهم. هو توفيق أنجبته لحظة إبستيمية كان ينظر فيها إلى العربي على أنه المتلقي الأصلي للقرآن والناس تبع له في ذلك، ثم في لحظة إبستيمية مختلفة المعالم أجبرت العقل على إعادة النظر في موقع العربي في عملية تلقي الخطاب القرآني. لم يعد العربي في ممارستنا ومدارستنا المعرفية مع القرآن متلقياً أصلياً للقرآن، بل بات متلقياً أولاً يقدم نموذجاً ولا يمثل النموذج، يقدم نموذجاً من نماذج الفهم ولا يمثل النموذج الأوحد للفهم. في ظل هذا التغير في الرؤية كان لابد لمسائل كثيرة أن تأخذ مسارات أخرى في دروب النظر والتفكير، ومن ضمن هذه المسائل موضوع ترجمة القرآن، ففي الوقت الذي كانت تقدم الترجمة على أنها الوسيلة التي يخرج بها القرآن من وعائه اللغوي المحلي إلى أوعية أخرى يتحرر عبرها من وثاق المحلية وينطلق في فضاءات العالمية والكونية، كانت اللحظة المعرفية تنسج إشكالات أخرى تحد من الإمكانات التي أسبغها العقل العربي على الترجمة، ففي ظل ثقافة تعتبر العربي صلة الوصل بين القرآن والعالم، هل تكون الترجمة في هذا الفضاء ترجمة للقرآن أم ترجمة للفهم العربي للقرآن؟ وهل تكون خطوة الترجمة هذه طريقاً نحو عالمية الخطاب القرآني أم طريقاً نحو عولمة الذات العربية والثقافة العربية؟ هي أسئلة تحيلنا على أسئلة أعمق، هل يمكن أن نترجم للآخر القرآن دون أن نترجم معه ذواتنا؟ وهل يمكن للفعل الترجم بالحال الذي هو عليه اليوم أن ينقل للآخر قبساً من نور هذا القرآن؟ وهل يقبل القرآن في نظامه الدقيق أن يخضع لعملية الترجمة؟ وإذا تعذر كل ذلك هل يمكننا أن ننتج نموذجاً آخر للترجمة يتسق وطبيعة القرآن؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من تجلية عنصرين اثنين، الأول ما هي الترجمة والثاني ما هي القرآن، وذلك قصد الوقوف على مدى تقبل طبيعة القرآن لطبيعة الفعل الترجمي. أشير هنا إلى أن المقصود بالماهية ليس التعريف، وإنما ما به تتحدد طبيعة القرآن من حيث معماره اللغوي باعتباره كوناً لغوياً، وما به تتحدد طبيعة الفعل الترجمي. ما الترجمة؟ تمثل الترجمة عملية نقل يتم خلالها تحرير المعنى من وعاء لغة أصل ونقله إلى لغة هدف، وسواء كانت الترجمة ترجمة تحصيلية بتعبير الدكتور طه عبد الرحمن يتم خلالها نقل الأصل لفظاً بلفظ، أو ترجمة توصيلية يتم خلالها نقل الأصل معناً بمعنىً، فلا بد أن يتداخل في العملية التحصيل بالتوصيل، ولذلك فالترجمة عملية تستدمج داخلها عمليات كثيرة معقدة تتراوح بين فهم النص وإفهامه، وبين توصيل المعنى وتكييف اللفظ، وبين إلجام الذات وتسربها، وبين تسلط الثقافة الهدف على الثقافة الأصل ومقاومة الثقافة الأصل للثقافة الهدف. هي جملة من العمليات تتم في آن واحد على درجة من التفاوت لتكون ما يصطلح عليه الترجمة، والتي ظاهرها إقبال على الآخر وباطنها صراع صامت يكون فيه البقاء للأقوى، معنى كان أو لفظا أو ثقافة أو ذاتا. ما القرآن؟ سؤال يأخذنا في رحلة غوص في قول ثقيل وفي كون لغوي متعال لا متناه وكوني،
ولأن سؤالنا ينصرف إلى معرفة طبيعة القرآن وماهيته، فإن الرحلة في الماهية والطبيعة تأخذنا إلى الغوص في لغة القرآن باعتبارها المادة التي نسج منها القرآن. هذه اللغة أو هذا المعمار اللغوي له مجموعة من الخصائص التي تميزه، ذكرت فيما قبل أن أتم. القرآن والوعاء اللغوي المتمدد. إن ثنائية محلية اللغة وعالمية الخطاب التي اختص بها القرآن لابد أن تدفعنا إلى التساؤل، كيف للغة عربية محلية اتحد فيها القرآن مع العرب أن تستوعب القول الثقيل؟ كيف للغة محلية متناهية أن تستوعب قولاً لا متناهٍ؟ وكيف للغة محلية أن تستوعب خطاباً كونياً بهذا الحجم؟ بتعبير تصويري، كيف لوعاء محدود الحجم والسعة أن يستوعب فيضاً من المعاني لا ينقطع؟ إلا أن يكون هذا الوعاء لا متناهي التمدد، لا لخصائص الوعاء الذاتية، لأن استعمالنا لهذا الوعاء يؤكد محدوديته، ولكن لتماسه مع الفيض اللامتناهي الذي أكسب المادة تحررها من خصائصها المادية البشرية. لفهم هذا النموذج التصويري والانتقال به من صيغته النظرية إلى صيغته التطبيقية، نعود إلى الفضاء اللغوي القرآني علنا نتلمس معالم هذه الظاهرة. إن عبارات قرآنية مثل قوة، لا تخون، بعث هي ألفاظ وعبارات استعملها العرب ولا يزالون، فهي كلمات لا تختلف في مادتها عن الكلمات التي درج العرب على استعمالها، ومن مثلها تشكل القرآن. فما الذي جعل هذا الكتاب يختلف عن شعر العرب ونثرها وإنجازها اللغوي كله؟ نأخذ مثالاً على ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولنضع لفظ القوة في عبارة نستعملها في فضائنا اللغوي، ربما تكون العبارة هي أظهر القوة لخصمك. إن مقارنة ظاهرية بين العبارتين كافية لتظهر البون الشاسع بين الاستعمالين. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة دلالة لفظ القوة هنا منفتحة، ومعنى القوة متحرك، له القدرة على التجدد المستمر، فاللفظ هنا ينفتح ليشمل كل قوة على اختلاف تمثلها عبر الزمان والمكان، ويغذي مفهوم اللفظ طبيعة القرآن باعتباره كوناً متعالياً وباعتبار المخاطب هنا كونياً. أظهر القوة لخصمك، نجد أن لفظ القوة قد بات ذا دلالة محدودة، ومرد ذلك إلى السياق الداخلي والخارجي للعبارة، فلا فعل الإظهار يؤدي ما يؤديه فعل الإعداد المنتقى بعناية ليوائم طبيعة الآية أو طبيعة الحركة في الآية القرآنية، ولا المخاطب كوني ليأخذ لفظ القوة دلالات منفتحة متجددة عبر الزمان والمكان. ولنفترض أن المخاطب بهذه العبارة هو الإنسان عامة وأن الخطاب هنا كوني، هل سيكتسب إثر ذلك لفظ القوة دلالة لا متناهية؟ الجواب هو لا. لماذا؟ لأن مجاورة لفظ القوة لفعل الإظهار هو غير مجاورة لفظ القوة لفعل الإعداد. أظهر إحالة على القوة الكامنة بينما أعد إحالة على كل قوة الموجود منها والمنشود. وكذلك هو الحال مع جهزوا، اصنعوا، أبدعوا، كلها ألفاظ لا تؤدي ما يؤديه فعل الإعداد من انفتاح دلالي. إن بحثنا عن فعل يفجر الطاقات الدلالية للفظ القوة سيجعلنا نعود للعمل بالتعبير القرآني ذاته، أو ربما محاكاته، في البحث عن فعل آخر يشابه في منطقه فعل الإعداد. وحين قولنا أعد القوة سننتبه إلى أن الآية القرآنية لا زالت تحمل بين ثناياها عناصر أخرى تغذي مفهوم القوة، فلفظ ما استطعتم ولفظ من وإسناد كل ذلك إلى المقصد الأسمى ترهبون به عدو الله وعدوكم كلها عناصر تغذي مفهوم القوة، فيكون بذلك العداء عداء لمن يعادي الله، أي لمن يعادي الرحمة والعدل والأمن والسلام ولكل ما يشكل معنى لفظة الله. وهكذا في كل مرة سنكتشف أن حرفاً واحداً في النظام القرآني الدقيق هو عنصر من عناصر الطاقة المتجددة التي تمنح لهذا القرآن اتساعه الدائم. ثم في هذا النظم الدقيق سنجد أن الآية ليست مجرد عبارة، بل هي إضافة معرفية في مجال توازن القوى، ولكم أن تراجعوا في هذا الدكتور نايف بالنهار توازن الرعب وتوازن القوى فيما يتعلق بالإرهاب، وأنه مصطلح في السلم وليس مصطلح في الحرب.
أي أن القرآن بهذه الآية يؤسس لنظرية معرفية في مجال القوة، إذ وراء الجهاز اللغوي القرآني المشترك بين القرآن والعرب إنجاز معرفي متفرد. إنه إذن القول الثقيل الذي يكتسب ثقله من الطاقة الحركية التي يبعثها الفضاء القرآني في الألفاظ، حيث تصبح كتلة اللفظ لا متناهية بفعل الحركة الدائبة داخل اللفظ. إننا إذن حين الحديث عن لغة العرب ولغة القرآن نكون أمام فضاءين لغويين مختلفين تماماً، فضاء لغوي قرآني يعج بالحركة وبالطاقة المتناوية والانفتاح، وفضاء لغوي بشري يكاد أن يكون المعنى فيه ساكناً هامداً، وهو الشيء الذي يجعلنا غير قادرين على ممارسة الفعل الترجمي، لأن قدرتنا اللغوية المحدودة ستبقينا في مستوى ترجمة الجهاز العربي المشترك بيننا وبين القرآن، ولن تنتقل بنا إلى مستوى ترجمة الإنجاز المعرفي لهذا القرآن. السؤال الذي ينتفض الآن في أذهاننا هو كيف لنا أن ننقل المعنى القرآني المتحرك إلى الفضاء البشري الساكن مع الحفاظ على شيء من ثقله. هنا أفتح قوساً مهماً، إن الحديث عن ترجمة القرآن انحصر دائماً في الحديث عن ترجمة القرآن إلى لغات أخرى غير اللغة العربية، وهو التصور الذي ربما عزز كون اللغة العربية المعهودة هي لغة مكافئة للغة القرآن، والحقيقة غير ذلك. ولذلك ينبغي لمفهوم الترجمة اليوم أن يأخذ مساراً مختلفاً. إن ترجمة القرآن ليست هي العملية التي يتم خلالها نقل القرآن من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، بل هي عملية نقل القرآن من اللغة الإلهية إلى اللغة البشرية حتى وإن كانت هذه اللغة العربية نفسها. فالبحث في إمكانية ترجمة القرآن ينبغي أن يبدأ من لغتنا العربية ومن مدى قدرتنا على توظيف الجهاز ذاته الذي نشترك فيه مع القرآن في التعبير عن الإنجاز المعرفي للقرآن. تعذر الترجمة لا يتعلق بالأجهزة اللغوية، أي بعدم قدرة الفرنسية أو الإنجليزية أو الفارسية على استيعاب المعاني القرآنية، بل بعدم قدرة الإنجاز اللغوي البشري على محاكاة الإنجاز اللغوي الإلهي. فترجمة القرآن متعذرة حتى في اللغة العربية التي كانت مادتها وعاء للقرآن. ولنا أن نراجع كتب التفاسير على اعتبار أنها نوع من أنواع الترجمة، لنقارن بين ما بث في القرآن وما أنجزه العقل البشري في محاولته لترجمة هذه المعاني إلى اللغة العربية. حينها سيتضح أن سقف الإنجاز واحد في عملية الترجمة، سواء كانت اللغة فارسية عربية أو غير ذلك. ما قلناه بشأن استحالة ترجمة الإنجاز اللغوي المعرفي يجعلنا نتساءل كيف لنا أن نبلغ هذا القرآن، وكيف لهذا القرآن أن يكون عالمياً وهو المحفوظ في لغته القرآنية التي لا تقبل أي نوع من القرصنة. الجواب: علينا أن نفكر ونبتكر نمطاً آخر من أنماط الترجمة يتسق مع طبيعة القرآن، ولنا في هذا الكون آية. كيف لنا أن نترجم الشمس إلى لغات أخرى؟ الفرنسية سهل، لسولي، الإنجليزية دوسان، الإسبانية إلسول، وهكذا في جميع اللغات يمكننا أن نحرك معنى الشمس في الفضاء اللغوي العربي إلى فضاء لغوي آخر، مع ثقتنا التامة بأن الصورة التي رسمت في ذهن العربي هي نفسها التي رسمت في ذهن الإنجليزي، هي نفسها التي رسمت في ذهن الإسباني، وهكذا. لماذا؟ لأن الشمس هنالك سابقة معرفية بيننا وبينهم. الآن فلنفترض أنني أنقل معنى الشمس إلى قوم لم يروا الشمس من قبل، هل لي أن أتأكد حين نقلي لهذا المعنى بأن ما رسم في أذهانهم هو الشمس التي في السماء؟ الجواب هو لا، لأن ما جعل الترجمة الأولى ناجحة هو اشتراكنا جميعا في الأرضية المعرفية. أما في حالة القوم الذين لا يعرفون الشمس فالترجمة لن تكون مجدية إلا إذا بنينا وبينهم جسرا معرفيا نبني لهم من خلاله صورة الشمس التي نقصدها. وللقرآن جهاز معرفي مضمن ضمن جهازه اللغوي ينتظم القرآن كله، شموسه المعرفية لم ترى من قبل، لذلك لا يمكن فهم الأمر بالقتال ومن ثم ترجمته إلا في ضوء النظام المعرفي للقرآن، ولا يمكن فهم القوة إلا في إطار هذا النظام. إذا ترجمنا الجهاز المعرفي للقرآن لن تكون هذه الترجمة اختلاسا للنص بقدر ما ستكون اقتباسا من النص، ولن تسهم في استغناء المترجم له عن النص الأصلي، بس يصبح أحوج إلى النص الأصلي كما نظر لذلك الدكتور طه عبد الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.